أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظاهرة فلكية وهي اقتران القمر وكوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الظاهرة ونعرف معلومات أكتر معنا على التليفون دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيكية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك كل المشاهدين وأتمنى لكم يوم سعيد جميعا. مرحبا بحضرتك على شاشة ميسات وخليني أسأل حضرتك احكي لنا أكتر عن هذه الظاهرة ولماذا تعد ظاهرة يعني فريدة منها. زي ما وضحنا حضرتك قبل كده نتيجة دوران كل المجموعة الشمسية الكواكب اللي موجودة الشمس وزحل والزهرة والكلام ده في مداراتهم أمام الشمس. احنا طبعا عارفين المسافات ما بين الأجرام دي وبعضها مسافات شاسعة ملايين الكيلومترات. لكن بيجي الوقت نتيجة أن يكون مدار جرم سماوي بيتوازى مع مدار جرم تاني فإحنا بنشوفهم ظاهريا كأنهم مقترنين مع بعض كأنهم ورا بعضهم أو جنب بعضهم. الصورة دي طبعا بتدي شكل جمادي ولا سيما لو الجرم السماوي ده حاجة متميزة زي اللي يحصل النهاردة عندنا زحل. زحل إحنا عارفينه يعني لؤلؤة المجموعة الشمسية بالحلقات البنية اللي بتحيط به وده بالفعل يعني بيمثل ظاهرة جميلة لكل عشاق الفلك وأي مواطن لديه يعني تلسكوب صغير أو نظارة معظمة يقدر يعني يصور هذا الكوكب وجماله. طبعا بما أن لكن هي لا ترى بالعين المجردة يعني مش أي حد يقدر يطلع البلكونة يطلع على سطح البيت. لا ترى بالعين المجردة ولا سيما في الأماكن اللي مفيش فيها إضاءة شديدة يعني خارج المدن خارج الكثافة العمرانية. لكن اللي عنده يعني تلسكوب أو نظارة يشوف تفاصيل الحلقات بتاعة زحل. لكن اقتران القمر وخاصة القمر احنا بنقول هو هلال شهر جمادة طبعا إضاءته في السماء مش كبيرة قوي فهتدي الإتاحة ان زحل يبقى واضح معاه وده احد يعني حيثيات جمال الظاهرة الفلكية بتاعة النهار. صحيح. صباح خير يا دكتور ومنورنا. ربنا يخليك. وحشنا جدا. كل سنة وحضرتك طيب. ربنا يخليك. كل سنة وحضرتك طيبين والأعياد بقى على الأبواب يعني كل سنة طيبين جميعا. صحة وسلامة. حضرتك طيب. دكتور احنا زي ما حضرتك قلت يعني زحل جوهرة النظام الشمسي يطلق عليه اسم ملك الحلقات ولكن خلينا نتكلم باللغة الدارجة بتاعتنا احنا بنقول حتى زحل ده يعني في بعض الناس بتتشائم من هذا الاسم يعني ماذا عن هذا المسمى؟ لا طبعا اسمح لي ويمكن كررت مع حضرتك قبل كده يعني ما يصار في التواصل الاجتماعي وعلى يعني بدل عامة الشعب التفاؤل او التشاؤم او الابراج الكلام ده طبعا من الناحيه العلميه ملوش اي اساس من الصحه. طبعا يعني زحل زي ما قلنا لؤلؤه المجموعه الشمسيه ليه تكوينه الخاص بيه الحلقات البنيه اللي بتحيط بيه ودي طبعا حاجه مش يعني مش نتجت كده هباء ليها برضه يعني حكمه ان الخالق صنعها بالشكل ده وما زالوا الفلكيين بيعكفوا على دراسه كل التفاصيل المحيطه بيها. انت عارف الفتره الاخيره مع كشافة برامج الفضاء وبقى في رحلات الوقت بتنزل على المريخ لاستكشاف هل ينفع يبقى في حياة آدمية على المريخ من عدمه. طبعا متوقعين في المستقبل القريب يكون أيضا رحلات لزحل. الدراسة ومتابعة الأجرام دي حد ذاتها بتتيح لدارس الفلك قبل الهواء معلومات علمية ومفيدة جدا. دايما بنقول عايزين نعرف نشأة الكون من الحين والآخر وبيطلعكم أكيد نفس الأخبار ده في كائنات فضائية. الكائنات الفضائية اللي موجودة هتيجي منين؟ أكيد من الأجرام القريبة مننا اللي حتى الآن لم يتسنى وجودها بالدليل القاطع. طب يا دكتور جاد خليني أسأل حضرتك عن لكل بقى محبي الفلك ومحبي ظواهر الفلكية هل هيبقى فيه ظواهر أخرى لشهر ديسمبر أو مع بداية العام الجديد؟ احنا طبعا في شهر ديسمبر وده طبعا نهاية السنة الميلادية عندنا عدد من الظواهر الفلكية. يمكن يوم 22 ديسمبر هيكون بداية فصل أو ذروة فصل الشتاء رسميا أو فلكيا الانقلاب الشتوي. عندنا في زخة شهب الدب الأصغر ودي يمكن عددها صغير بالمقارنة بزخة شهب التوأميات اللي كانت من أيام. عندنا برضو يوم 22 ديسمبر اللي هو الانقلاب الشتوي هيكون فيه اقتران القمر والمشترى والمشترى عارفينه عملاق المجموعة الشمسية ودي طبعا هتبقى ظاهرة برضو فلكية من الظواهر المتميزة. أتمنى يعني يكون ظواهر جميلة مع نهاية عام ميلادي جديد قديم وبداية عام جديد سعيد على كل المصريين إن شاء الله. أكيد إن شاء الله ودايما لما نتفرج على ظواهر الفلكية خليني برضو أؤكد لحضراتكم تاني المعلومة علشان ننفي ما يصار على التواصل الاجتماعي. تكرار إعلاننا عن الظواهر الفلكية ديت
ما فيش فيه حاجة خارج الطبيعة، ما فيش حاجة لا نهاية كون ولا كل الكلام اللي بيتقال ده، دي ظواهر طبيعية بتتم في أوقاتها الطبيعية طبقا للحسابات الفلكية اللي بيقوم بها المعهد وكل المعاهد الفلكية على مستوى العالم. فأنا بندعو المواطنين يبعدوا عن تلك الشائعات، يستمتعوا بالظواهر ويتفكروا في الطبيعه وخلق ربنا ونعيش حياه سعيده كده. صحيح، دايما واحنا بنتفرج على الظواهر الفلكيه اللي بتحدث بمجد وعظمه وخلقه ربنا الجميله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه.